العالمية بتكتب بتقول إن مصر فرض إتاوة $5,000 لأي فلسطيني عايز يعدي من معبر رفح. أنتوا متأكدين من الكلام ده؟ مصر تعمل كده مع إخواتنا في غزة؟ لا لا أنا ما صدقش. على طول بعت كاميراتنا لمعبر رفح أشوف مين الشخص ده. معقولة يكون بني آدم طبيعي زينا كده ويعمل كده في إخواتنا الفلسطينيين؟ أنا ما صدقش. يا حبيبتي أخبارك؟ بقول لك ما تيجي تقعدي شوية معايا على المعبر كده هنتشمسه كده وناخده تاني. مش عايزه تيجي؟ ان شاء الله عندك ما جيتي. ايه ولا فين يا راجل؟ استغفر الله العظيم يا رب. اصطبحنا وصبح الملك لله، قاعدين مهويين على الصبح مفيش حاجه نعملها، ولا في حد داخل ولا خارج على المعبر. الله، الناس بطلت تخاف من الحرب ولا ايه؟ ولا يهمك يا استاذ عرياني، ليك عندي حته فكره تجيب لك زباين على المعبر كده. ما تقول يا اخويا. احنا نقول ان اي حد ممكن يعدي من المعبر. نعم. ب$2000. حلوة الفكرة. حلو. وادي اول زبون جه اهو. السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا. انا اخوكم من الناحية الثانية من المعبر. اخونا؟ انت ليك اخوات؟ من الرضاعة بس. ولا انا برضه. امور حبيبي. سمعت انكم فاتحين باب المعبر. باب؟ فاتحين باب؟ ومين اللي فتح الباب ده اصلا؟ بقول لك ايه، انت عايز تخش كده شلتي مولتي من غير ما تدفع رسوم؟ انا بدي اعدي على الجهة الثانية اتعالج. وماله حبيبي وماله، بس المؤاخذه هتدفع $5,200. ليش؟ ليش؟ هو ايه اللي ليش؟ مش في 5000 رسوم معبر؟ وم فين رسوم مكتب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فيه؟ الله عليك يا باشا، هو ده التفكير الشيطاني. ما شويه اجتهادات كده. لا مين يجيب في سيرتي؟ حاسب يا باشا. لا ما تخافش بشطان. ايه يا عم انا مالي انا ومال الافكار دي هتلبسهاني ليه؟ انا متسلسل بقالي شهر. انا اخري يعني في الوسوسه اقول لك كل مال يتيم بالله. كل ماكدونالدز. لا وحش. طب تطبع مع الصهيوني. مطبع ايه؟ مش مطبع. طب اقول لك ايه، تنضم للشياطين الحمر معانا؟ زملكاوي يا اخويا. ايه ده، انا اللي بيوسوس الحكام، هناخد الدوري. احنا كسبنا اخر ماتش. اوه بقول لك ايه، سيبك من الهري ده خالص وتعالى خش معانا السبوبه دي واطلع ب$50,000. هو ده التفكير الجحيم. تصدق فكره؟ أعوذ بالله من الإنس الرجيء. يا جدع أنت بطل توسوس، أنا مش ناقص. يا باشا الناس الناحية التانية بتتخصف كل يوم بيموتوا، عندهم مجاعة، أنتوا مش شايفينهم ولا إيه؟ المصابين بالآلاف. أنتوا بجد 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 ناويين تاخدوا منهم فعلا فلوس عشان يعدوا يتعالجوا؟ أنا شايف يا باشا إنه معاه حق. أهو إحنا لازم نخفف عنهم. أنت شايف كده؟ نعمل لهم تسعيرة. تسعيرة؟ حلوة دي الفكرة دي. اللي هم ايه، فوق ال 18 $5,000، واللي تحت ال 18 $2,000، وأسرة بقى كاملة مع بعضيها $10,000. خليها $5,000 وخلي الغلبان يعدي يا باشا. لا لا، ده انا اتكلم قرايبي بقى يجوا يتعلموا منكم الافكار. يا جدعان عندي افكار دارك اسفل ضيق، وانا في جهنم ولا فين؟ لا يا اخويا انت في شركة المعبر الدولاري للسياحة. ده اقل واحد بيدخل مصر دلوقتي بيدفع له $2,000. يا جدع انت بقى ما تخليش اغزك بالشوكة ولا اقرا المعوذتين نتحرق سوا. ركز معاه باشا، انت شكلك راجل غلبان وابن حلال. بقول لك ايه، انا خايف بس يتقال عليكم تجار موت. اعوذ بالله، اعوذ بالله من دي كلمة. ايوه يا جدع. لا يا ابني، احنا تجار عربيات، عضو في جهاز تعمير، بنعمل شوية دورات رمضانية، عقود رعاية الأندية كبيرة كده يعني. طب بص اخر حاجه، الاطفال، الستات، الناس الكبيره، المصابين، مش انتوا بني ادمين؟ دخلهم ببلاش وخدوا ثواب. ثواب؟ ده بيتباع بكام في السوق السوداء ده يا باشا؟ يعني ايه ثواب اصلا؟ يمكن حاجه زي البيتكوين كده. البيتكوين هذا اللي هي القرص دي. بقول لك ايه، البيتكوين ده بيتحط في البنك؟ لا لا لا، انا كشطان ما استحملش الشر ده. إيه؟ بقول لك امسك كده الشوكه ديت. حلوه الشوكه دي بتتباع. خليك معايا لحظه. قطع تعال. شوشو عبد العالم كله وانا. ده انتحر يا باشا. لا حول ولا قوه الا بالله. على الشيطان وما تكافر. بقول لك يا رب انا جعان، هات مقشه وخد شويه الرماد دول حطهم لي في الرغيف. اجيب المقشه واجيبك. بس افتكروا يا